بالنسبه لهاد الوقفه هذه ماشي الاولى، دازوا عده وقفات قبل منا. الهدف من الوقفه دائما هو تحريك هذا الملف. ما عرفناش السبب علاش هذا الملف كيتحرك خطوه للامام وكيرجع الف للوراء، على السبب الله اعلم اخي. الشركه ما كتعطيك حتى شي حاجه اللي تشفي الغليل ديالك، ما كتقول لك لا اصلا ما كاينش فين كاين، مع العلم ان مؤخرا الشركه خرجت بواحد البلاغ كتاكد فيه ان السلطات عطاتها الضوء الاخضر لبدايه الاشغال في انتظار غير يخرجوا الرخص وتبدا. حنا استبشرنا خير بداك البلاغ، واحد الحفله كانت داتها الشركه اكبر دليل هنايا. فاذا بنا واحد اللحظه كنشوفوا ان الملف ما فيه حتى شي حاجه، داك الشيء كامل غير هباء منشوره، ما منه حتى شي حاجه. حنا كنستفسروا من الشركه ما كتعطيناش الجواب الشافي. الشركه كتقول عبر بعض الاشاعات اللي كيخرجوا منها بان الملف مبلوكي في شي مصلحه، ما عرفناش شنو المصلحه بالضبط، ما يمكنش تكونوا ديروا شي تاويلات من راسنا. الشركه هي الوحيده المخوله تقول لك الحقيقه فين كاينه. خصنا نعرفوا السبب ديال المشكل فين، ما يمكنش حنايا بعد اخر واحد 45 يوم دابا استبشرنا خير وخرج واحد البلاغ وفجاه تيتبلوكا الملف من الاول. انت لا يعقل انك يلاه درتي حفله في الشركه هنايا وشويه ولات عندك الوقفه هنايا. نورمالمون ديك الحفله كانت اخر، خصها تكون اخر حاجه. احنا ما عارفينش الهدف من ديك الحفله شنو هو. احنا مي شفنا الحفله وشفنا البلاغ احنا مشينا على نيتنا، قلنا الحمد لله بان السلطه تلقات ليه والله يسر. مشينا الحياه العاديه ديالنا، ما بغيناش نبقاو مقابلين هذا الشيء، حيت هذا الشيء صراحه شي مره تجي ستريسي بنادم. فاذا بينا اخويا تنشوف واش ترجع للور. كما قلت لك في الاول ديما خطوه للامام للقدام ايجابي والف للوراء، يعني ما كتزيد حتى شي حاجه في هذا الملف. حنا بغينا الزبون مطالب تيطالب الشركه باش تقول ليه اصلا المشكل فين كاين. حنا بغينا نعرفوا المشكل فين كاين، حقنا كزبون زبناء نعرفوا المشكل فين كاين. واش حنا كنمشيو مثلا عند الشركه ما تعطيناش الجواب الشافي، كنمشيو عند السلطات ما كيعطيوناش الجواب الشافي. خصني تحرك في هذا الملف هذا، تقرر لي الله من 2019 وما الشارع بدات هنايا اريه تمارا هو 10 شهور باش تلونسا. ها هما الناس تسلموا في هذه الايام، ها هو اريه تمارا في مرسل الخير. علاش حنا من 2019 صافي زوا 4 سنين وما يزيد. حنا دابا حنا ما عندناش مشكل في الناس توقفوا، حنا عندنا المشكل هما تراعى المصلحه ديال هاد الناس. هاد الناس كاملين دراوش وجامعين داك المبالغ بدرهم على درهم، يعني بنادم ماشي غيبقى يشوف السلطات. حنا ماشي يهمنا في داك الشيء، حنا السلطات الا عندها مشكل مع الشركه غدوزها في وجهها. حنا علاش حنا ما دوزناش في وجهنا؟ حنا تنعاني والى الان تنعاني هاد الوقفات وحنا واقفين ومعذبين ولا اله الا الله. عاودنا تشوكينا كنتفاجئوا ومازال ما تعطاتش الاوكي ديال بدء المشاريع. انا كنقول انا شخصيا عن نفسي عندي اكراهات، وكذلك هاد الناس كلهم كاين الناس اللي عندهم اكراهات، كاينين الناس اللي كارهين، كاين الناس اللي راهنين، كل واحد فينا عنده اكراهات. بالنسبه لي انا عندي اكراهات، عندي احكام اللي هي بعيده المدى عن التنفيذ، احكام على الاوراق. عندي اكراه ديال بنتي تعرضت للعنف وتحولت من مدرسه خصوصيه لمدرسه عموميه. عندي اكراه تنتظروا التطلعات ديال الحمايه الاجتماعيه. عندي اكراه ديال السكن اللي هو كيصون كرامه المراه المغربيه. هذا السكن اللي اقتنيناه معظم الناس اقتنوه بفلوس ديالهم، فهي هذه الشركه كتعتبر على شكل وداديه. هاد الوداديه داك الفلوس اللي رابوا، دوك العمارات اللي رابوا راهما فلوسنا اللي رابت، فما يمكنش. هذه الضريبه خلصنا اكبر ضريبه راه حنا خلصناها، وما كننتظروا باش نشوفوا شنو غيكون. انا ما غنحملش مسؤوليه على شي حد، شي مسؤول، لان ما كنعرفش ما يدور وراء الكواليس. وتنوجه رساله جلالة محمد السادس وتنقول يا سيدنا راك تاج فوق راسنا، بلا بك ما كنسوا والو. حنا انت كبير على باش تنزل معنا على هذا المستوى، وبغيناك تباشر هاد العملية شخصيا وتشوف من الحال ديالنا. حنا دائما كنقول لك شكرا، شكرا لأي حاجة درتيها لينا. مهما اثنينا وشكرنا فما غنوفيوش الحق ديال جلالتك. تنقول لك سيدنا الله يخليك لينا سند ودخر، والله يحفظك لينا والله يطول لينا في عمرك. ليه كل شيء ولا كيعرف هذا المشكل ديال هذا الملف. مؤخرا الملف تسوى، خرج مدير شركه بتصريح وببلاغ ان الملف تسوى صافي ما بقى والو غير الرخص قراب يخرجوا.
واذا بينا كنتفاجئوا ان الملف توقف مره اخرى وما عرفناش السبب حنايا ديال التوقف ديال هذا الملف هذا. حنا جينا هنايا كنديروا وقفه احتجاجيه كالعديد من الوقفات وكنناشدوا صاحب الجلاله باش يعطي الامر ديالو في هذا التدخل العاجل في هذا الزبناء اللي متضررين يعني اكثر من سنه ديال الوقفات وحنا كننتظروا الشقق ديالنا ونتمنوا خير ان شاء الله. كما شاف الجميع ان مدير الشركه خرج بتصريح وخرج ببلاغ ويعني احتفالات امام مقر الشركه يعني استبشرنا خير قلنا الحمد لله ان الامور تسوات صافي خدات المسار ديالها. ومن بعد مني وصلت المده اللي كننتظروا فيها ان الرخص يخرجوا ما خرجوش الرخص اذا بينا كنتفاجئوا ان الملف توقف مره اخرى. السبب الرئيسي ما عرفناش، مدير الشركه ما خرجش بشي تصريح او بشي بلاغ رسمي ياكد لينا شنو السبب اللي خلى الملف يتوقف. بطبيعة الحال الزبناء يعني راه يناهز 800 متضرر، يعني العدد هذا اللي كنشوفوه الحال ماشي هو نفس الزبناء اللي واخدين كاملين من عند الشركه، راه العدد كثير. ونتمنوا خير ان شاء الله ونتمنوا السلطات ولا المسؤولين اللي في يدهم هذا الملف واللي قادرين يدخلوا باش نعرفوا النقطه المهمه اللي تساهم في يعني في تسريع الوتيره ديال هذا الملف من جديد. السلام عليكم خويا، كنشكروا بعدا قناه شوف تي في اللي حضرت ديما كتحضر معنا في هذه الوقفه هذه، وحنا راه كنا قلنا هذا الحل هذا المشكله تحل هذه. وجاو ديك النهاريات داروا الحفله هنايا، راك شتي كلشي داروا حفله هنايا، جاو الزغاريط واش هذاك الشيء تمويه ولا شنو داك الشيء، داك الشيء ما عرفناش واش تمويه ولا المهم هذاك الشيء ما عرفناش فيه حتى شي حاجه. وما كاينش شي تصريح ديال الشركه ما تقولناش شنو داك الشيء شنو وقع، واش كاين شي وقع شي حاجه مور داك الشيء اللي على اللي قال لهم الوالي راه كان قال لنا بانه بسميتو ديالو خرج هو بتصريح بانه قال لك راه تحل المشكل، اي طلق لي الخدمه. ودابا كنتفاجئوا عاوتاني بان عاوتاني المشكل رجع عاوتاني نقطه الصفر. بغينا نشوف، بغينا هذه الشركه توضح لنا شنو المشكل. حنا دابا الشركه ما كتواصلش مع الزبناء ديالها مرارا وتكرارا، كنطلبوا منهم كنجيو عندهم كنقول لهم قولوا لنا شنو كاين وشكون وعلاش درتوا ذاك الحفل ذاك الشيء بانه تحل المشكل. قال لك حنا سيدي ماشي حنا اللي درنا ذاك الحفل، حنايا هاد الناس هادو تبرؤوا كاع من ذاك الحفل. قال لك حنا ماشي حنا كان حاضر صاحب الشركه وعطى تصريح، عطاهم التصريح ديالو بانه هما اللي نظموا ذاك الحفل وجاوبوا الدقيقيه وجاوبوا الغياطه وجاوبوا كل شيء. دابا كنتفاجئوا كما قلت لك عاوتاني مفاجاه، الناس حتى قالوا راه تحل المشكل وارتاحوا شويه. عامين ديال الاحتجاج هذا، عامين دابا وانت ما كاين والو. دابا اخويا راه حنا المشكل عاوتاني رجع لنقطه الصفر كما قلت لك، وكنطالبوا من مدير الشركه يوضح لنا شنو المشكل ديال هذا الملف هذا اللي دار لنا دار الاعصاب لعباد الله ومرض الناس. كاين الناس اللي كاريين دابا، الناس كاين الناس اللي كاريين وكيخلصوا الطريطه، وكاين اللي مسكين الله يكون في عوان كل واحد، وكاين اللي مرض وكاين كل واحد. هذا الملف هذا راه ما نكذبش عليك اخويا، كاين الناس دابا اللي كاريين مثلا عامين دابا، عام دابا راس العام اللي فات اللي خصو يكون تسليم راه شهر 12، دابا الناس غيزيدوا عام ولا عامين اخرى غيزيدوا هكرا. مخلصين هذه ب 25 مليون، كاين اللي عاطي بحالي انا عاطي 25 مليون كاش، دابا مخلصها وغتزيد واحد عامين ولا ثلاث سنين ديال الكرا، بحال خلصتيها ب 40 مليون، تقام عليك هذه الشقه هذه ب 40 مليون تقريبا. وهذا الطلب ديالنا هو مدير الشركه يخرج لنا بشي بلاغ ولا بشي تصريح، يخرج عندنا يوري يقول لنا اشنو المشكل في هذا الملف هذا. المشاريع اللي طالتها الهدم او اللي هي كانوا فيها مشاكل، كنا استبشرنا خير في شهر 12 اللي داز، من بعد ما سمعنا بان لا كوميسيون عطات الاوكي على البلانات، كنا كننتظروا ان تعطى الرخصه ويتسانف البني من جديد. فاذا به تلقاو ان مع مرور الوقت ما كيحتاجش تقدم، ما كيحتاجش جديد في هذا الموضوع، جميع التحركات اللي قمنا بها ما كاين حتى شي حاجه جديده، فتلقاو راسنا من جديد رجعنا لحلقه مفرغه نقطه الصفر، انتظار وانتظار لا جديد يذكر. وحنا المعاناه ديالنا طالت سيرتو فيما هو الجانب الاجتماعي، فاسر تشتتات، التزامات كانت عند الناس كانوا كيتسناو يسكنوا، بعد جا الهدم كانوا كيتسناو الاستئناف ديال الاشغال في شهر واحد لحد الان ما كاين حتى شي حاجه. فكنتمنى مناشده لجميع الاطراف اللي عندها علاقه بالموضوع انها تشوف واحد الشوفه انسانيه لهاد الناس هادو. فكنتمنوا اننا نسمعوا في القريب العاجل شي حاجه اللي كتطمنا، واكيد ما يمكن نطمنوا من بعد هاد المراحل كلها الا اننا نشوفوا استئناف ديال عمليه البناء، غير ذلك فحتى شي حاجه ما يمكن نطمنوا.